مرحبا أصدقائي، وصفة اليوم من الوصفات المدهشة للتخلص من أغلب المشاكل التي نعاني منها على البشرة. تزيل التجاعيد فورا، تخلصنا أيضا من الخطوط الدقيقة حول العين وعلى الوجه، أيضا تعمل على غلق المسامات المفتوحة، تبيض وتفتح لون البشرة. سنحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من القرنفل، نضعها في إناء، ثم نحتاج إلى أوراق الغار، نضيف 5 من أوراق الغار، ثم نضيف لها نصف كوب من الماء، ونضعها على النار حتى تغلي تماما لمدة 10 دقائق. نترك الخليط يهدأ لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتصفيته. نضيف 3 ملاعق من الطحين على هذا الماء بالتدريج، نضيف الملعقة الأولى ونخلط جيدا، ثم نضيف الملعقة الثانية ونخلط أيضا جيدا، ثم نضيف الملعقة الثالثة ونخلط جيدا. نتحصل على خليط كريمي. بهذا الشكل. بعدها نضيف ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ونمزج المكونات كلها جيدا مع بعض. يكون بهذا القوام. بعدها نحتاج إلى العسل، نضيف ملعقة كبيرة من العسل. ونستمر في التقليب.
ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ونحرك جيدا. يوزع هذا القناع على الوجه والجسم والمناطق الداكنة. ممكن أننا نستعمله على الوجه، وأيضا يمكن استعماله على كامل الجسم، أي منطقة داكنة في الجسم. يترك على بشرة بعد تنظيفها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسله. قبل استعمال هذا القناع نقوم بتنظيف البشرة جيدا، ثم نطبق هذا القناع على البشرة. يكرر 3 مرات في الأسبوع. بعدها ضروري جدا استعمال هذا المرطب بشكل يومي على البشرة، يعني نستعمل القناع والمرطب معا لنحصل على نتائج سريعة. نحتاج في هذا المرطب إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، نضيف لها هلام الصبار ملعقة كبيرة أيضا، ونخلط المكونات جيدا مع بعض. نضيف أيضا ملعقة صغيرة من العسل، وإذا كان غير متوفر ممكن أننا نستغني عليه. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركته مع أصدقائكم. نستعمل قلت هذا المرطب بشكل يومي، يصلح لجميع أنواع البشرة، البشرة الدهنية والبشرة الجافة. يستعمل مساء في الليل وفي الصباح نقوم بغسله. يمكن الاحتفاظ بالوصفتين في علبة لمدة طويلة واستعمالها عند الحاجة.